انا بتطولي بقول من لك موضوعات بس. في حلقات اخرى قلت لك ان اللواء زكي بدري جابني وقال لي عايزين نعمل قضيه لصلاح ابو اسماعيل، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. في قضيه تانية قلت لحضرتك في حلقه تانية قلت لك انا رحت السفاره الامريكاني عشان لما انت اتهمتني ان احنا بنتفقوا بالخارج، قلت لك انا رحت للسفاره الامريكاني وكان اسقاط، وقلت لهم انا عايز ابقى عميل، قالوا لي احنا لا نقبل الا رئيس جمهوريه، وقلت لي يعني ايه؟ قلت لك يعني طيب عميل امريكا في مصر هو الرئيس مبارك. طيب حصل ايه ولا انت انا بكذب؟ حصل، بس انت بتدخلني السلوك في بعضها، ايه علاقة ده باللواء سراج الروبيا؟ لا اقول لحضرتك ليه؟ لان انا ما قلت لكش حاجه الا بمستند ايامها. اللي انا بقوله عشان بصدق كلامي اللي قلته. انا اللي هو سراج الروبي في موضوع الدكتور رفعت المحجوب هو اللي استدعي وكان في الامن العام، وهو اللي استدعي وكتب المحضر ضد الدكتور مصطفى السعيد في مكتب الدكتور رفعت المحكوم. ولما عين بعد كده لمدير الانتربول انا كنت في قطر وكنت في ضيافه وزير داخليه قطر الشيخ عبد الله بن خالد. بس الواقعه الاولى، بس استاذ اشرف دي صوره اللواء سراج، بس الواقعه الاولى انت يعني تقصد انه استخدمه الدكتور رفعت المحجوب عشان يلفق قضيه للدكتور مصطفى السعيد من وهو ضابط صغير؟ استخدمه ايه ده؟ هو كان شغال عنده، استخدمه ايه؟ هو كان لا يملك انه كان يقدر يخليك معايا بس دلوقتي. لا هو خلي بال حضرتك، لو انا ما اعرفش مين اللي نقى. انا لما شفته صدمت الحقيقه، لان ما حدث بعد ذلك. كان هو جالي قطر عشان يقبض عليا وانا في قطر، هو كان مدير الانتربول وهو مدير الانتربول، والشيخ عبد الله بن خالد ما سلمنيش. ده اللواء سراج الروبي. اتفضل. كان جاي عايزين ان انا عليها شيك ب 100,000 جنيه، وانا يوميها قلت للشيخ عبد الله لان انا اعرفه من 30 سنه، من 25 سنه. فقلت له هل دي يعقل اللي انا بقى واخد براءه من المحكمه من شهرين عشان 2 مليار جنيه واجي مصر تطلبني عشان 100,000 جنيه في الوقت اللي انت تعلم كويس قوي ال 100,000 دول بالنسبه لي كانوا يقصوا زواج. بعديها بعت لي الدكتور يحيى البستاني، خلي بال حضرتك لما جيت لندن، قال لي انا عايز مليون دولار وانا اقفل لك القضيه. ويحيى يقول لك الرد بقى، خلي بالك هو هينكر، هو يحيى هينكر ولا ما عنديش؟ عايز انا كام؟ كاتب هذا في الموقع بتاعي، خلي بال حضرتك انا هذه القصه كاتبها حصلت سنه 97، وخش على موقع السعد هتلاقيني كاتبها. عايز كام؟ عايز كام؟ عايز كام؟ نعم؟ قال لك انا عايز كام؟ قال لي طلب مليون دولار عشان يقفل، لو قلت له قضيه تقول لي يقفلها. لا لا استنى يا استاذ اشرف بس انت هنا بتعمل بس اتهامات خطيره للواء سراج الدين الروبي اللي تم تعيينه محافظا لالمينيا بالامس، بتقول انه هو رئيس الانتربول، يعني اللي هو بيطارد الهاربين، طلب منك مليون دولار عشان يقفل لك قضيتك. ده اتهام مكانه. اللي طلبه مني اللي جاب اللاين رساله الدكتور يحيى البستاني، قال لك انه اللواء سراج الروبي عايز المبلغ ده. قال لي، قلت له وقلت له الفاظ مش عايز اقولها لك في بس الديكور. خلي بالك ده كتبها عندي في الموقع، لا يخش على الموقع ليه كاتب القصه بالاسم. ده اتهامات. بعد اللي حكوا لك الحاج احمد الريان جاي تقول لي انت بتتهم اللواء سراج الروبي، دي مصيبه سوداء، مصيبه سوداء. اللواء سراج الروبي بقى محافظ، دي مصيبه سوداء. يعني انا طبعا يقينا مش واخدين بالهم، يقينا مش واخدين بالهم. طيب بال حضرتك، انما مش ممكن يبقى في عمى كده. يعني لو رئيس الوزراء اللي معينه، انا بقول له من فضلك استقيل، بقول له من فضلك استقيل، لو هو اللي معينه بقول لك من فضلك استقيل. طيب يبقى انت وخلي بال حضرتك، انا عندي ما في عندي واقع الا بمستند يا استاذ وائل. طيب انت هنا بتقول اتهامات استاذ اشرف، بس دقيقه واحده، انك بتقول اتهامات يعني مكانها النيابه، وخلينا انوب عن الغائب. يعني اذا ما معكش مستندات تتعلق بهذه الاتهامات، انت بتتهم اللواء سراج الدين الروبي اللي تم تعيينه محافظا للمنيا بانه يعني هو قال لما الحاج احمد الريان قال لك اللي هو حبيبي العدلي كان بيبعت ناس في بتاخد 100,000 جنيه ما طلبتش منه مستند عشان هو في السجن، وعشان اللي هو سراج الروبي مش في السجن وعشان بره السجن، يبقى انت عايز مني مستندات؟ طيب الاستاذ احمد الريان بتقول له هات مستندات على اللي بتقوله يا حاج احمد. حاضر. طيب استاذ احمد الريان قال انه اللواء حبيب العدل طلب منه 10 مليون جنيه عشان يقفل له قضيته ويطلعه من السجن، وقال انه كان بيحصل على مبالغ من المعتقلين اللي عندهم تعاملات ماليه وتجاريه. استاذ اشرف سعد بتقول ان اللواء سراج الدين الروبي اللي تم تعيينه محافظا للمنيا طلب منك مليون دولار عشان يقفل لك قضيته، لكن انا انوب عن الغائب اذا ما معكش مستندات واذا انت مش عندك استعداد
أن تذهب إلى النيابة أو يتم تقديم بلاغات بهذه الواقعة، فأنا أتعامل معها أنها ليست صحيحة. لكن في كل الأحوال أيضا يبدو أنه لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بالمسؤولين السابقين في قضايا لابد أن تذهب إلى النيابة والمحاكم. المسلسل خدنا لاتجاهات تانية، وأنا بقى في الأستاذ أشرف في المسلسل عشان أقفل بكلامك، أنت شايف أنه بيشوه توظيف الأموال وبيشوه ريان وبيشوهك، والأستاذ إياد طلعت بيقولك هو أنت شفت لسه؟ أنت معايا يا زوال ولا أنا؟ آه معاك في تعليق في ثانية. لا أنا إيهاب، أنا طبعا لسه ما أعرفش طبعا، هو المنظر اللي أنا شفته حتى ما حصلناش معايا يعني المفروض. طيب. يعني الراجل اللي قاعد جنبك ده، هو الراجل اللي قاعد ده جنبك ده هو اللي علمني الفضيلة، هو اللي علمني ما اسرقش، هو اللي علمني ازاي اكون امين. طيب. هو اللي انا قعدت معاه خلي بالك في بيته 4 سنين ما اعرفش. طيب. شكل برضه بتوجه اليكم جلال الله، انا ما اعرف شكل المجوهريه ايه، ما شفتش شكل المجوهريه اللي تقابل استاذ اشرف عشان استاذ اشرف شايف التوقيت، هبقى نتناقش تاني، هنعمل مكالمه تاني لما نشوف بعض حلقات المسلسل. استاذ اشرف الف شكر، استاذ اياد طلعت الف شكر، استاذ احمد ريان الف شكر. يبدو ان المسلسل سيثير جدلا يتعلق علاقه المال بالسلطه وعلاقه المال بالدين، لكن اهم ما كشفته ويستدعي تحقيقا هو انه وزير الداخليه الاسبق اللواء حبيب العدلي طلب منك 10 مليون جنيه عشان يقفل لك القضيه ويطلعك من السجن، لان احنا كنا بنسال انت ليه ما بتطلعش من السجن. الاستاذ اشرف السعد وانا انوب عن الغائب، قد تكون هذه الواقعة صحيحة أو ليست صحيحة، هي مكانها النيابة، وبيتهم اللواء سراج الدين الروبي أنه أرسل له شخصا يطلب منه أموالا تصل إلى مليون دولار عشان يقفل له قضيته. في كل الأحوال تم تعيينه محافظا للمنيا، في كل الأحوال البعض يتساءل لماذا يتم الاستعانة بأعضاء الحزب الوطني وبأعضاء الأجهزة الأمنية السابقين في الحياة السياسية في مصر. في كل الأحوال أيضا مسلسل ريان سيثير قضية ستظل مثارة، وهي علاقة المال بالسلطة أو الزواج بين المال والسلطة. نلقاكم يوم الخميس القادم الساعة 11 مساء إن شاء الله.